لكل مشاهدي قناة صحتي في كل مكان، اهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم امراض المواسم. احنا دلوقتي في موسم الشتاء وجفاف البشرة بيظهر بشكل كبير قوي لدى السيدات والفتيات وكمان الرجال. هيكون معانا من داخل الاستوديو دكتورة جازية عبد الحميد، خبيرة واخصائية مستحضرات تجميل. اهلا بوجودك معانا يا اهلا دكتور. وسهلا. دكتور، احنا عندنا في فصل الشتاء بتظهر مشكلات كتير قوي مرتبطة بالجلد والامراض الجلدية، ولكن احنا بنتعرض لجفاف البشرة. هل في نوع بشرة معينة بنقول عليها مثلا هي المحصنة ما بيحصل لهاش جفاف، ولا في نوع بشرة هي بتبقى اكثر عرضة لجفاف اللي بيحصل في فصل الشتاء؟ تمام يا فندم. هو طبعا المعروف ان البشره انواع، هي 3 انواع: البشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره المختلطه. طبعا اكتر بشره محظوظه معانا في فصل الشتاء هي البشره الدهنيه. الدهنية، دي اه بقى بالتالي هي بتبقى اه خلاص ما بيحصلهاش اي جفاف اه من اي يعني نوع. بتبقى ما فيش فرصه لحدوث الجفاف فيها. اما عندنا النوعين التانيين اللي هي البشره الجافه والبشره المختلطه. البشره الجافه اوريدي هي جافه اصلا، يعني صيف شتاء، فدي طبعا لازم تبقى واخده بالها جدا جدا عند قدوم فصل الشتاء، تبقى نهتم بيها جدا جدا، عشان الجفاف بيسبب تجاعيد، بيسبب ظهور التجاعيد فيما بعد. يعني لما بتجف قوي البشره بتبدا تظهر عندنا اللي هي العلامات هنا وهنا، نتيجه جفاف البشره. يعني التجاعيد دي بتظهر نتيجة جفاف، طبعا ملهاش طبعا علاقة يا بقى بأي فندم، سن ولا ليه علاقة بأي حاجة خالص. خالص. ممكن في العشرينات وتلاقي ناس عندهم تجاعيد، ظهور تجاعيد في بشرتهم بسبب ان هم مش بيهتموا بيها، مش بيهتموا بتغذيتها، مش بيهتموا بترطيبها، اللي هي جافه اوريدي طول الوقت، فبتؤدي الى ظهور التجاعيد في وقت مبكر جدا من السن. يعني ده بالنسبة للبشرة اللي هي الجافه، الجافة. تمام. تمام. واما البشره المختلطه هي يعني النوعين بقى مع بعض، يعني عندنا مناطق جافه خالص ومتقشره، ومناطق تانية فيها تراكم دهون كثيرة خصوصا عند منطقة الأنف وهنا. يعني دي بنسميها البشرة المختلطة. دي بقى يعني الله يعينهم، يعني ده اللي بتبقى المشكلة عندهم، اللي هم بيبقى مزدوجة، يعني زي اللي ما هم نقول بيبقى نصف الوجه بقى ونصف الوجه الآخر، فبيبقى في حاجات معينة بيبقى بيستخدموها غير أنواع بالظبط البشرات يا الأخرى. فندم، بالظبط. تمام. هل في يعني احنا بنعاني من المشكلة بتاع جفاف البشرة خاصة في الشتاء، ولكن يعني طول العام ما بيبقاش فيه مشكلة في ظهور القشور والحاجات اللي بتبقى على هو يا البشرة؟ فندم انا زي ما قلت لحضرتك، بالنسبه لكل بشره ليها، او كل نوع بشره ليها يعني السيزون بتاعها. يعني احنا عندنا البشره الجافه طبعا في الشتاء هي دي اللي احنا هي بنركز دي بقى عليها اللي احنا اكتر حاجه، بنتكلم عنها. بالظبط. وطبعا اوريدي هو البشره بتجف، حتى البشره الدهنيه بتبدا الدهون تقل عندهم. يعني بتقل ليه؟ بس ما بيحصل لهمش مشكلة زي اللي بيبقى بشرتهم جافة أو اكيد، مختلطة. بالظبط. يعني هي اوريدي الدهون يعني بتبدا تقل، مش عشان هي قليله، لا، علشان احنا بنستخدم الميه الدافيه كتير جدا، فبنزيل كل الدهون من وشنا. يعني بنستخدم الماء الدافئ في الشتاء طبعا كتير، او الماء طيب هل الساخن. يعني في عادات معينة ممكن ان احنا نشوفها ونعرف ازاي ان احنا نقلل منها؟ مثلا زي ما حضرتك ذكرتي ان احنا بنستخدم المية بطريقة معينة، فده بالتالي هيخلي وشنا بالظبط يا فندم، احنا اول حاجه طبعا الاكثار من السوائل. من الطبيعي ان احنا في الشتاء احنا ما بنتقبلش نشرب ميه وسوائل كتير، بالظبط. بنقل منها. يعني في ناس يعني من الصبح لغايه بالليل انا ما شربتش كوبايه ميه، ده طبيعي بتاعنا احنا في الشتاء يعني، وده خاطئ جدا، علشان احنا بنبقى محتاجين للماء في فصل الشتاء اكتر كمان من فصل الصيف. تمام. فقله شرب نتعرض ازاي السوائل يا مثلا فندم، نغسل وشنا بميه ايه، بميه فاتره فترة يا ولا فندم، هي الماء الفاتر هو الـ طبعا المفضل بالنسبة لنا للبشرة، علشان زي ما قلت لحضرتك في حلقات سابقة ان هو الماء الفاتر او الماء حتى البارد بيفضل في غسل الشعر والبشرة لسببين. يعني السبب الأول ان هو مش بيزيل لنا الدهون المتواجدة على سطح البشرة بصورة نهائية، دي نمبر وان. يعني رقم اتنين ان هو بيعمل لنا استيميوليت او تحفيز للخلايا، فده بيظهر لنا البشرة بنظارة اكتر، بحيوية اكتر. احنا عندنا مشكلة يا دكتور ان احنا مش بنبقى عارفين نوع بشرتنا ايه، فيفضل ان احنا ممكن نكتشف ده لوحدنا، ولا بنروح للدكتور مختص هو اللي بيدلنا نوع بشرتنا ايه ونعمل ايه في فصل الشتاء ونستخدم ايه بالظبط؟ لا، هي بتبقى واضحة، يعني هي أكيد بتبقى واضحة. يعني زي ما قلت لحضرتك نلاقي مناطق جافة. في مناطق جافة أوي متشققة، أو في عليها قشور بيضة، وفي مناطق تانية لا بتلمع كده وعليها دهون، دي بتبقى مختلطة. لما بشرتنا كلها تبقى بتلمع طول الوقت وعليها دهون، دي بشرة دهنية. تمام. البشرة كلها جافة ومتقشرة وبدأت تظهر حاجات كده عليها، دي جافة جافة، اللي تمام. بيحصل فاحنا بتبقى باينة، يعني تبقى واضحة، مش محتاجة ان احنا يعني